ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما كويسين بخير وفي سعادة وفي سلام. النهاردة هتكلم عن يعني احد المشاهير من دار زرجوف، وهو عطر اسكندرية او الكسندريا 2. عطر الكسندريا 2 عطر باهظ الثمن، يعني يناسب ما يسمى بالطبقات المخملية. يعني عطر الكسندريا 2 من زرجوف، طبعا يعني دار زرجوف دار عريقه مشهوره نيشيه، والحقيقه بتنتج عطور يعني تحفه الحقيقه وجميله للغايه. النهارده هتكلم عن عطر الكسندريا 2. انا معايا منه سيمبل 10 مللي. طبعا انا جايب منه سيمبل لان زي ما قلت في البدايه ان هو عطر باهظ الثمن، يعني فكرة ان انا اجيب منه زجاجة من غير ما اكون جربته مرة واثنين وثلاثة في ارتداء كامل صعب جدا، وصعب جدا برضو ان انا اجربه مرة على جلدي او كده يبقى صعب الحكم عليه. فكان لازم ان انا يعني اجيب منه 10 مللي بحيث ان انا يعني ارتديه اكتر من مرة علشان استطيع ان افهم العطر. وعشان كده يا جماعة يعني لو انتوا بتتضايقوا او لو في ناس ممكن تنزعج من طول مدة الفيديو، فدي حاجة بتبقى يعني غصب عني. ليه؟ لأن أنا أصلا أنا يعني بقيم لك عطر أنت هتروح تدفع فيه آلافات، هتدفع فيه مبلغ ضخم، فلازم إن أنا آخد وقتي معاك وأنت تاخد تدي نفسك فرصة تسمعني. عشان كده أنا ممكن يعني أطول شوية في تقييم العطور. طبعا هذا العطر يعني بيبدأ بالخزامة، أخشاب الورد، القرفة، التفاح، والتفاح يعني بارز فيه بطريقة كبيرة جدا. وبعدين قلب العطر يخش على زنابق الوادي مع أخشاب الأرز والورد. طبعا الورد معاك، خشب الورد في المقدمة والورد يظل معاك في متوسط العطر. في نهاية العطر يظهر معاك العنبر والمسك والعود وخشب الصندل والفانيليا. طيب تاخد ايه من العطر؟ هو العطر عبارة عن ايه؟ هو العطر الحقيقة خشبي تابلي، هو عطر فخم ويشعرك بأنك إنسان ثري ومميز، وبصراحة يعني تستطيع أنك أنت تشعر منه بحالة من حالات، يعني عايز أقول لك متولف توليفة ذكية جدا. العود مع أخشاب الورد مع العنبر، العود هنا مميز مميز للغاية، يعني مميز. تابلية العطر غير مزعجة ومتولفة توليفة شديدة الذكاء. يعني أنا لما بشعر لما برتدي هذا العطر بشعر وكأني يعني تحس إن أنا شامم حاجة درجة حرارتها عالية. يعني دي من الحاجات الغريبة اللي شمتها في العطر ده. هو وإنترلود مان على الفارق طبعا في النوتات خالص يعني، لكن تشعر إنه درجة حرارة النوتس عالية، تحس إنه نوتس سخنة كده، تابلية حارة، لكن في نفس الوقت يعني ليست قاتمة، ليست مقفولة، لا مفتوحة، وتشعر بأن هي يعني مميزة للغاية. طبعا يعني ألكسندريا 2 نازل منه حاجة اسمها ألكسندريا 3 برضو شميته، لكن ما أقدرش أقول لك إن الفرق بينهم جوهري، يعني الفرق بينهم مش جوهري ولا حاجة. ألكسندريا 2 أداؤه عامل إزاي؟ أداء نووي الحقيقة، أداء فوق الممتاز. يعني على الهدوم ممكن بالاسبوع، وتشم ريحته تهفهف عليك كده وانت نايم على السرير جنب الدولاب بتاعك. لو بتتكلم عن الفواحان، يعني فواحان بطل، يعني انا اديله في الفواحان 9 من 10، واديله في الثبات ايضا 9 من 10. جمال الرائحة استطيع ان انا اديله 8 من 10. ناس اختلفت ما بين انه رائحة تقليدية عادية، وناس قالت والله لا دي رائحة فظيعة. طبعا الاذواق، وطبعا يعني الاذواق بتختلف، لكن ليه هذا العطر قد يكون يعني خيب امال بعض الناس؟ لانه سقف التوقعات عالي 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 عالي. سقف توقعاتك عشان تشتري عطر ثمنه 7000 جنيه تتكلم في 400 500 دولار، يعني او 400 دولار، تتكلم في مبلغ ضخم جدا. فانت عشان تشتري حاجه زي دي انت بتبقى متوقع او سقف توقعاتك عالي جدا. فطبعا لما ما بيحصلش ده بتزعل وبتحس انه ايه ده، لا عادي وكده. يعني انا نوتة التفاح اللي هنا تذكرني تماما تماما بقدر كبير جدا من عطر ارماني كود ابسليوم، اللي هو ده معايا منه سيمبل ارماني كود ابسليوم. يعني نوتة التفاح اللي في الكسندريا 2
هو يعني شبيهة جدا جدا لنوتة التفاح دي، يعني ده عطر نيشي لن يفهمه الكثيرين، لكنه عطر قيم، وأنا صراحة يعني استمتعت جدا 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 بالعطر. هذا العطر أول ما ترشه، أول ساعة من رش هذا العطر صحيح بجد، وعشان أصدقكم القول، أنت نجم سينمائي حين تدخل أي مكان. يعني أنا رشيت هذا العطر، دخلت بيه أماكن ضيقة أو أماكن مقفولة، أنا عايز أقول لك إن الناس كلها كانت بتبص لي، يعني كل الناس اللي موجودين في المكان كانوا بيبصوا لي، ولاحظت في نظراتهم التساؤل والإعجاب. يعني هذا العطر فعلا يلفت الانتباه، هذا العطر إذا ما ترتديه فعليا فعليا ستكون نجم سينمائي في المكان اللي انت فيه. انا رأيي ايه في العطر؟ العطر ده قيم للغاية ومميز جدا، لكن ثمنه كبير عليه، سعره كبير جدا عليه، ويمكن هي دي النقطة السلبية الوحيدة في العطر، انه هو غالي جدا وثمنه اكبر من تميزه او تفرده. يعني ده كان رأيي في عطر الكسندريا 2. يا ريت لو تدعموني بالشير وباللايك وبالسبسكرايب، لأنه ده هيدعمني جدا وهيخلي الآخرين يعرفوا عن العطور أكتر وأكتر. ويعني أنا حبيت أشكركم جميعا، لأن أنا تجاوزت 1000 سبسكرايب أو 1000 اشتراك، وأنا يمكن ما بقاليش 3 شهور بنزل محتوى عن العطور، فكل الشكر للألف راقي ولكل راقي محب للعطور. انتم النخبة، يعني الجمهور النخبة، انتم الجمهور الأرقى الأرقى هنا في هذا العالم وعلى مدار التاريخ. طيب الله صباحكم ومساءكم، يا رب يعطركم بالخير، دمتم في الخير ومن الخير وإلى الخير. السلام عليكم.